بتكسب او مش سوري هي مش هي اللي بتكسب. الاي بي ام دبليو مش بتبيع لكل الناس، بتبيع بس لعدد معين سيجمنت كده شريحه معينه. والاستراتيجي بتاعت فيرنا قايمة على البرايس. بس فيري سمبل. فبالتالي هتفضل بي ام دبليو تطور في العربية وتعمل مش عارف امبيدد سيستم، انك الباب تقول له الباب يفتح يفتح ببقك وبصمة صوتك، وان العربية بعد كده مثلا كمان سنتين هي اللي تسوق نفسها، ما بقاش خلاص انت ممكن تقعد من غير ما يبقى في اي سواق وما اعرفش ايه وما اعرفش ايه، قاعدين كل شوية يدخلوا حاجات. فده يعتبر كله اسمه innovation. فدي نوع من انواع برضو الحاجات اللي الخطط بتتبني عليها. جميل؟ طيب بعد كده الديزاين. عارفين ايكيا؟ ايكيا دي بتاعت ايه؟ بتاعت اساسات صح؟ فرنيتشر وحاجات دي واوفيس فرنيتشر وكده. طيب شركة ايكيا هل هي مشهورة جدا في العالم كله؟ انا عارف كله؟ لا معرفش. طيب خلينا نقول لك حاجه، هل الكواليتي بتاعت شركه ايكيا هي احسن كواليتي موجوده؟ لا اكيد. ممكن نجار تحت بير السلم يعمل كواليتي احسن منها مليون الف مره صح؟ طيب هل السعر بتاعها رخيص جدا في اي حد يعرف يشتريه؟ لا دي غاليه. طيب هل بتعمل اعلانات وبتاع وحملات مصر في كاس العالم بنعمل لها سبونسر شيب وعلى الراديوهات وبتاع؟ مش معاك ده كله، بس هي بتعتمد الديزاين. انت عايز تروح احسن ديزاين تلاقي عند شركه ايكيا احسن ديزاين في الحته دي. ذاتس ات. فلو انت برضه دخلت مدير شركه ايكيا قلت له والله بص احنا ممكن نعمل حاجه بسعر جامد قوي ومش عارف، يقول لك بص هات لي مهندس بتصميم وانت روح. اهم حاجه عنده الديزاين. الناس دي بتفهم ايه؟ في الديزاين. زي ما كوكاكولا بتفهم في ايه؟ في البراند. يعني ماركتنج، يعني سيلز، يعني بزنس ديفلوبمنت، يعني كاستمر ريليشن شيب مانجمنت، حاجات كتيرة جدا مش حابب ادخلكم فيها لانها حاجات معقدة، بس انا بديكم بس افكار من بره. عشان بعد كده اقول لكم الاتش ار بقى بيعمل ايه. مش عاوز اجامب كده اقول الاتش ار بقى من غير اصلا ما نبقى عارفين يعني ايه استراتيجي. بس الاتش ار دوره يجيب لي بتاع كوكاكولا شبه كوكاكولا، يجيب لي بتاع كابسول شبه كابسول، ويجيب لي بتاع ابل شكل شبه كابل ابل، ويجيب لي بتاع بي ام دبليو شبه بي ام دبليو. الاتش ار ده هو مش واحد قاعد كده وخلاص بيقفل، عارف انت يقول لك ايه؟ بيترزي مش ترزي، مش بيقفط هدوم ولا معرفش بيقول ازاي. بيهاير ديم يعني على النيدز. على النيدز صح؟ يس. بس هو ده ما ينفعش من خطه الشركه من فوق. هو فاهم الشركه دي خطتها ايه؟ هو مثلا في شركه ممكن تجمع لك حاجتين. ايه؟ ما يمنعش ان في شركه ممكن تجمع لك حاجتين. ينفع. هديك مثال سامسونج. يعني مثلا مش ابل مثلا مش ابل بتقدم كواليتي برضه؟ سامسونج برايس وبراند. ابل مش بتقدم كواليتي وبتقدم ديزاين. بس الاساس فيها الكواليتي. يعني هديك مثال ابل موبايل ابل. اي ثينك ان انت ممكن تلاقي موبايلز ثانيه ممكن ما اعرفش اتش تي سي ولا ما اعرفش ايه تلاقي خامه الموبايل احسن. تلاقي الكفر بتاع الموبايل والشاشه والحاجات دي احسن بكتير من ابل. قبلهم ما غيرش من الموبايل ايفون 6 يعني بتهتم بكله بس هي اللي مبدعه في اكتر حاجه فيها. بس الروح اللي بتتنفسها هي الانوفيشن. لو ما عملتش انوفيشن هتموت. سيمبل. لو هوندا او سوري فيرنا ما نزلتش سعرها ما فضلش في الباقه دي هتموت. سامسونج ليه مش انوفيشن؟ سامسونج بتشتغل على الاثنين. بس سامسونج بتعمل كده ليه؟ لان سامسونج شركه ضخمه جدا فعندها امكانيات. بص بعد كده في حاجه اسمها بزنس يونت. انا برضو مش عايز ادخل في حاجات معقده. حاجه اسمها بزنس يونت. يعني ايه بزنس يونت؟ يعني الشركه اهي كده بتلاقي عندها زي كده اوض. حلو؟ كل اوضه من دول ممكن يبقى لها استراتيجي. كل اوضه يبقى لها استراتيجي من دول. شركه سامسونج مثلا فور اكزامبل بتعمل حاجات
انوفيتيف جدا وبتبيع عليها وبتعمل حاجات لو برايس جدا وبتبيع عليها. اللي ما تعرفوش اصلا ان سامسونج بتبيع شاشات وبتبيع موبايلات وبتبيع اسانسيرات وبتبيع لابات ومقاولات وانشاءات زي المقاولين العرب كده. سامسونج دي هي تقريبا هي اقتصاد كوريا الجنوبيه كله قايم في شركه سامسونج دي. فهي بس فكره براند يعني ايه سوري يعني ايه يعني يعني عندها شركه اصلا انوفيتيف تعتمد بس على انوفيتيف بس حاطه كلمه سامسونج عليها. وعندها شركه ثانيه زي هوندا كده او زي سوري فيرنا بتعمل حاجات باسعار قليله جدا بس حاطه بس برضه شركه اسم سامسونج عليها. فسامسونج ده بنسميها كونجلاموريت. كونجلاموريت يعني يعني تكتل ولكنها شركات مختلفه. got my point. طيب فبالتالي ايكيا ديزاين يعني مين اهم واحد عند ايكيا؟ ديزاين. ومين اهم واحد عند عند كوكا كولا او بيبسي كولا؟ الماركتنج. هو الماركتنج والسيلز. الماركتنج والسيلز اللي يعرف بيدور على على الشخص اللي عنده مثلا السكيلز اللي مثلا هو عايزها صح؟ شور. الماركتنج والسيلز يعني الراجل بتاع كوكا كولا بيبيع للكشك اللي تحت الكوبري بيبيع لكارفور وبيبيع لمول فيريديا وبيبيع للمطار صح؟ وبيبيع لو انت رحت حلقة السمك او اي حاجة اللي هي الحاجات اللي هي في النيم دي بيبيع لها وبيبيع للمطاعم. فده يعتبر ايه؟ دي بتسمى في السيلز different sales انواع مختلفة من السيلز. يعني الراجل اللي بيبيع للاكشاك مش هو الراجل اللي بيبيع للكارفور. دي لها استراتيجي ودي لها استراتيجي تانية. بس الاثنين مهمين اه. ليه؟ لانه الاثنين بيشتغلوا في شركة كوكا كولا او بيبسي كولا اللي هي اهم حاجة عندها البراند الماركت والسيلز. اما الناس بتوع ابل اهم حاجة عندهم مين؟ البروجرامر او الراجل اللي شغال على تطوير السوفت وير الديفلوبر ده نمبر 1. وعند يونيليفر مين اهم واحد؟ سيلز. لا ماركتينج ولا الماركتينج كاستمر. كاستمر اهم واحد عند كله. تاني لوجيستيك عشان هو بيقول لهم عايز من الاشتراك سبلاي تشين. سبلاي تشين يعني ايه؟ يعني ايه؟ موردي بالظبط كده. يعني فور اكزامبل شاي لبتون ده بيجيبوه من شجر مزروع في دوله كينيا مثلا. شجر شاي عندهم ناس بتبردهم صح. طيب الشجر ده عشان يروح المصنع مثلا بتاعها في السعوديه عشان يتعمل في هنا حاجه اسمها خط سلسله امداد اللي هي بنسميها سبلاي تشين. يعني ايه سبلاي تشين؟ يعني الشجر ده اول ما يتقطع هيتحط في مخزن وبعد كده هيتنقل لوجيستكس وبعد كده في واحد هيشتريه من هنا مورد وبعد كده هيتحط هيتنقل وبعد كده ما يتنقل هيدخل هنا مصنع. كل اللف ده كله اسمه سبلاي تشين. طول ما انت بتعمل لي كوست ريدكشن في السبلاي تشين انت كده برنس. انت كده هتخليني برنس. يعني المخزون بتاعي درجه الحراره والحاجات اللي فيه معموله صح، النقل بتاعي العربيات اللي بتنقل كويسه ما فيهاش مشاكل، المصنع بتاعي كويس، مش عارف كل الحاجات دي بنسميها سبلاي تشين. فده معناه ان المهندس بتاع السبلاي تشين عند الناس دي اهم حاجه. حلو؟ طيب كواليتي. في شركات اهم حاجه عندها في الاستراتيجي بتاعتها الكواليتي. ما تقوليش اقدم سعر قليل، ما تقوليش البراند بتاعي في كل حته، ما تقوليش كل ده، بس اهم حاجه عندي كواليتي. عارفين لوفت هانزا او قطر ايرويز او تركيش ايرلاينز او الناس دي؟ لوفت هانزا دي شركه طيران المانيه. شركه لوفت هانزا دي بقى لها تقريبا 100 سنه. الريكورد بتاع الاكسيدنتس اللي هي حوادث الطيران عندها ما تتعدش على صوابع الايد الواحده من 100 سنه. يعني الكواليتي بتاعتها ده نمبر 1 في الطياره وفي مش عارف ايه وفي والبايلوت والحاجات دي كلها. هل هم اقل ناس في الاسعار؟ لا، هم اسعارهم غاليه. هل الديزاين بتاع بتاعهم اهم حاجه؟ لا، مش الديزاين. هل الانوفيشن؟ هم مفيش انوفيشن اصلا، هي يعني هي هل مش عارف؟ عادي، بس اهم حاجه انك هتركب الطياره انت مش هتموت.
مفيش يعني مفيش امكانيه انه يحصل انك تموت او يحصل لك حادثه في الجو كويس غير مثلا مصر الطيران غير 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 طيب الشركه دي بتقوم على فكره ايه لما انت تروح برضه تقعد مع مدير الشركه تتكلم معاه ان احنا يا باشا ممكن نجيب طيارات ربع ربع كده وننزل السعر مش هينفع ليه لان الخطه بتاعتهم اصلا قايمه على ايه على احسن جوده فطالما احسن جوده يبقى احسن سعر ما ينفعش تقدم احسن جوده واقل سعر الجوده والسعر يعني ضد بعض سوري متلازمين طلعت بالجوده هتطلع بالاسعار نزلت بالجوده هتنزل بالاسعار اللي انا اديته لكم ده قلت لكم يعني ايه بلان يعني ايه خطه وازاي احنا الشركات مختلفه في العالم كل شركه بقى لها توجه وهي بتعمل البلان بتاعتها جميل طيب ايه بقى دور الاتش ار هنا ايه دور الاتش ار ده يجيب حد يقدر يروح الصفرة دي يجيب حد بالظبط برافو عليك ها متخيل الدور الاتش ار اكتر شايفه من الاستراتيجي هو اوكي هو كده بس السلكت ان هو يختار شخص الناس في المكان ده صح اختار شخص من الناس ماشي طيب احنا فكره الاستراتيجي اللي احنا بنحطها الاتش ار مالوش دعوه بالحته دي يعني بيحطها مين؟ يعني بيقول ان احنا هنركز على الكواليتي او هنركز على البرايس او على الحته دي يعني اي واحده من الكيسز حد عنده رد؟ مش ماشي بس ايه انت بس رد عليه الاول وانا بسالك احنا خدنا تقريبا كذا حاجه في الاستراتيجي البلان ممكن تبقى مركزه على البراند او البرايس او الكواليتي انوفيشن الحاجات دي مين اللي بيحط يقول مثلا من الشركه احنا هنبقى توجهنا في البرايس او البراند او الكواليتي او الانوفيشن او الديزاين؟ سياسات الشركه اساسها بقى سياسات مين في الشركه اصلا؟ البلانتي اول مش فاهم هو حسب الماركت يعني انت وشايف الماركت مثلا في العربيه ما لا ان اوريدي في ناس قديمه وناس قويه فتغير حسب الصناعه بمعنى يعني ايه الصناعه في حاجه اسمها الاندستري اندستري يعني ايه يعني كل واحده في دور اندستري مختلفه الانجليزي ده يعتبر صناعه في ناس بتدي باسعار غاليه وكواليتي عاليه في ناس بتدي باسعار متوسطه وكواليتي متوسطه في ناس بتدي باسعار منخفضه جدا وكواليتي ما بتعملش اي حاجه فدي اسمها صناعه على بعضها انت بتختار تبقى انت في انهي كورنر في الصناعه دي يعني انت ما ينفعش تبقى انت ابل وبتتنافس مع جيلي ينفعش يبقى انت ايكيا وبتتنافس مع يونيليفر او بتتنافس مع كوكاكولا ما ينفعش تنافس مع اللي زيك تتنافس مع اللي شكلك في نفس الصناعه بتاعتك يعني كوكاكولا تتنافس مع بيبسيكو تتنافس مع سينا كولا مع ان سينا كولا شركه لوكال لو سينا كولا تروح تتنافس مع كوكا كولا او تتنافس مع كوكا كولا مش تنافس معاها على مستوى العالم يعني تنافس معاها على سوق مصر تقدم يعني سعر منخفض شويه ونفس نفس التيست شويه وبتاع ويمشوا ويبيع بس سينا كولا مش هتروح تتنافس مع ايكيا يعني علاقه الابل بالبنانا مفيش اي نوع من الكومبيرزن هي ده نفس الفكره انت بتشوف الصناعه بتاعتك شكلها عامل ازاي وبتختار هتبوزيشن يور سيلف في انهي نقطه في الصناعه دي اوكي طيب مين اللي بيحط الاستراتيجي في حاجه اسمها الاكزيكتيف تيم او المانجمنت تيم اداره الشركه اداره الشركه بيكون الاتش ار مانجر او بنسميه اتش ار سي اتش ار او او اي حاجه اللي هو الحد الكبير قوي في الاتش ار بس قاعد موجود معاهم هما بيحطوا استراتيجي الاكزيكتيف بتوع الشركه بيبقوا عباره عن 5 10 على حد على حسب حجم الشركه الراجل المسؤول عن الماركتنج الراجل المسؤول عن السيلز الراجل المسؤول عن الاتش ار الراجل المسؤول عن الفاينانس الراجل المسؤول عن السبلاي تشين الراجل المسؤول عن الحاجات دي كلها عن الانجينيرنج الراجل المسؤول عن الديزاين الراجل الحاجات دي الناس دي كلها بتقعد مع بعضها
هو طبعا معهم اللي هو المانجر اللي هو السي او بتاع الشركه وبيقعدوا يخططوا مع بعض احنا هنعمل ايه السنه الجايه، هنمشي بنفس الخطه بتاعتنا ولا نغيرها ولا حدش بيغير الخطه بتاعته. بس انت بتعمل حاجه اسمها ريت ويكينج. يعني ايه ريت ويكينج؟ يعني عارف لما تجيب فاكتور بس بتغير نقطة الضعف اللي عندك مثلا، يعني بتشوف انت عندك مثلا ويكنس بوينت فين وتحاول تتجنبها، وعندك ماركت حلو فين تروح عليه. انما لا هتغير البرودكت ولا هتغير ما اعرفش ايه ولا هتعمل حاجه، بس ده كله من فوق. بس في حاجه اسمها الاوبريشن. يعني ايه الاوبريشن؟ الشركه دايما بحب اشبهها كده، الشركه بتبقى دايما عامله كده. عارفين هرم؟ انتوا في هرم؟ الشركة عامله كده. ليرز 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 ليرز. حلو؟ هنا حاجه اسمها المانجمنت تيم. جميل؟ وهنا في حاجه اسمها الاوبريشن تيم. المانجمنت تيم ده سبوز مثلا شركه عندك شركه توشيبا العرب. ماشي؟ توشيبا العرب دي مثلا شركه كبيره فيها مثلا 5000 واحد مثلا موظف. 5000 واحد اهو. هنا كام واحد؟ 10 15 كده. ال 10 15 دول هم اللي بيعملوا ايه؟ بيقولوا الهرم ده كده رايح فين؟ يمين شمال. بس جوه بقى جوه الهرم ده قمة الهرم دي صخرة واحدة. بس الهرم كله كام صخرة؟ مليون ألف صخرة صح؟ طيب المشكلة أو مش المشكلة التشالنج أو التحدي جوه جوه هنا إنك تعرف تعمل ماركتينج صح، تتغلب على البلاوي اللي موجودة في السوق، إنك تعرف تعمل سيلز صح، إنك تعرف تعمل فاينانس وأكاونتينج وما أعرفش إيه، انك 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 الحاجات دي كلها دي اهم حاجه. فالاستراتيجي مش مهمه، مهمه بس الاستراتيجي دي بنسميها وان تايم اكتيفيتي. يعني ايه وان تايم اكتيفيتي؟ يعني حاجه بتتعمل مره واحده بس. خلصنا. التطبيق هو الاهم، الامبلمنتيشن هو الاهم. جميل. طيب الاتش ار بقى دوره ايه؟ زي مصطفى صح؟ مصطفى بقى من الجروب بيعمل ايه بقى مصطفى؟ ان هو يجيب حد يقدر ان هو يرفع السلطه دي، يجيب حد يحط في مكان مناسب صح؟ صح. يجيب حد يقدر يدوس له حاجه مش اي حاجه. حلو. حد عنده راي تاني؟ فكره جديده عايز يقولها؟ مش بس كده، يعني بتخلي حتى الموظفين نفسهم يفهموا ان هم يشتغلوا عشان المحدد اللي الشركه عايشه عشانه او بتشتغل عشانه. يعني مثلا لو احنا بنشتغل عشان الاختراع او الابتكار، فلازم الموظفين كلهم يكون بيشتغلوا عشان كده. يس اكزاكتلي. طيب اللي هو بينمي فيهم او بيزرع فيهم الهدف بتاع الشركه. ايوه عشان ما الشركه تقع ما فيش موظفين بيصرفوا. ما يبقوش روبوتس. عارف الروبوت؟ يعني حد انسان قلب يتحرك. لا، انت بتخلي عنده دايما ايموشن، وبتخليه دايما عنده مربوط تايد بالشركه وتايد برؤيه الشركه بتاعته، عشان ممكن هو في يوم من الايام يقول فكره جديده تطور في الشركه، تغير في الشركه. انما هو لو واحد جاي الصبح الساعه 9 مش الساعه 5 او فلوس اخر الشهر مش بتقضيه وبيدور على شغل تاني وحياته كارب وهي دي ذاتس ات ذيس از ذا ستوري، فالشركه مش هتطلع ولا تعمل اي حاجه، الشركه هتفضل واقفه مكانها. انا ده من رايي اصلا هو ايه بس اسم الشركه؟ اللي هو مثلا يزرع فيه اللي هي حته الانتماء للشركه. هو مين اللي هيزرع؟ هو الاتش ار. لو بيتكلم عنه المفروض يفهمه. عارف ليه هو الاتش ار اللي هيزرع؟ انت مش انسان الا دي بتتجوز مش صوت. بس اللي عايز اقوله لك ان الاتش ار ما بيقعدش مع الموظف قد ما مديره بيقعد معاه. بس مين اللي بيعاني الموظف وبيعاني مديره؟ الاتش ار. الاتش ار ده مهم جدا، حيوي جدا جدا جدا، لان هو الهرم ده مش هرم الصخور. الهرم ده هرم الناس فوق بعض. فاللي بيبني الهرم ده الاتش ار هو اللي بيزرع الهرم ده. هو اللي بيحط الناس دي في مكانها. اوكي؟ مع احترامي ده في مصر
يبقى فعلا بيعمل ده مع الموظفين بجد. يعني انا بشوف ان هما الموظف ده اتش ار بيرسم لا 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 مش فكره الاتش ار يعني كده، انا اقصد انا ما بتعاملش مع اتش ار مباشره، هما كده كده بحس ان الاتش ار ده من طيباتي في الشركه اللي هو تعالى يا حبيبي من ايه اللي هو برضه نتكلم وبتاع، واللي هو طيب فتره دي الاثنين اول ما هي كده هي كده فعلا وبعد كده خلاص اللي هو الموضوع ما بيتحلش بيفضل برضه الموظف محطوط عليه. هل ده فعلا بيحصل في اماكن موجوده هنا ولا لا؟ هقول لك حاجه، هجاوب عليك بسؤال، هو الاتش ار ده جاي من السماء؟ هو جاي منين؟ من نفس الكوكب اللي احنا منه، من نفس الكوميونتي اللي احنا عايشين فيه. فلو رئيس الشركه يعني از نوت جود مان، فاكيد الاتش ار برضه مش جود مان، اكيد السيلز مش جود مان، الموضوع كله احنا كلنا في بعض. يعني احنا الاتش ار ده مثلا مش جاي من البرازيل، احنا قاعدين هنا مش عارفين نطبع. فبالتالي لو الشركه نفسها كلها سياستها كده من الاول، المجتمع اللي هي اصلا موجوده فيه مجتمع بائس سياسه بائسه اكشلي هو بائس لا بائس ودي كل اللي موجودين، بس كل واحد بائس على قد الفلوس اللي معاه. ذاتس ات، على قد فلوسك على قد بوسك. فمدير الشركه بائس بس معاه فلوس، ف كويس ولابس حلو وحياته حلوه خالص، بس هو بائس يعني جوه جوه جوه، مش مثلا زي المدير اللي قاعد في المانيا او قاعد في فرنسا او في انجلترا او كده. صح؟ المجتمع كله. فبالتالي برضو ده بيفرق في دور كل حد جوه الشركه، لما المجتمع اللي حوالين الشركه نفسه، الشركه نفسها اللي هي جزء من المجتمع، تبقى ضعيفه، اكيد الفانكشنز اللي فيها تبقى مسميات بس. يعني اسمه اتش ار. اسمه كده. بس هل هو بيعمل اتش ار؟ ليه؟ ما بيعملش كده؟ لأنه جودة الشيء نفسه كلها وحشة. You got my point؟ يعني دي نظارة لو معمولة من مادة وحشة جدا، مش اسمها برضه نظارة؟ تقوم بدور النظارة؟ بس اسمها نظارة، بس هي يعني نفس الفكرة اتش ار. اتش ار اتش ار اتش ار اتش ار، بس هما في الأول وفي الآخر الإيدوكيشن وحش والبراكتس وحش ومتعلموش صح والماركت وحش والحاجات دي كلها وحشه، فبالتالي اسمه اتش ار ما بيعملش حاجه جوه، ما بيعملش حاجه صح. اقول لك انت هتشوف نفسك بعد 5 سنين. السيلز ما بيعرفش يبيع، الماركتنج ما بيعملش ماركتنج كامبين صح، بتاع الديزاين ما بيديزاينش صح، وهكذا. تمام؟ طيب فده دور الاتش ار الصح اللي احنا بنحاول احنا نبنيه مع بعض ونتعلمه ونحط الفاونديشنز بتاعته بشكل واضح وبشكل قوي. طيب خلينا نبعد عن النقطه دي كده عشان نخاف برضه في حاجه. طيب دور الاتش ار بقى طيب اسالكم سؤال، هو الاتش ار بيعمل ايه في الشركه؟ دور ايه في الشركه؟ ايه؟ اوبريشن يعمل ايفالويشن، بينمي الشركه، بينمي الشركه عن طريق اختيار الموظفين الصح في مكان الصح. ماشي ده شرف لك الشعب. الكلام ده زود قوي. ماشي ايه تاني؟ بيعمل ايه تاني في الشركه؟ الاتش ار المفروض بيدي تقريبا تريننج للناس وبيشتغل على فكره الموتيفيشن. جميل جميل. يس اكزاكتلي. عبير صح؟ لا غير نهان صح؟ شوف كل حاجة نهان ما تيجي أكيد تعرف كل حاجة دي. شيري معانا كده. يشوف الشركة اللي هو فيها دي أصلاً هي عايز تبقى إيه؟ وبيحاول بقى يظبط الدنيا ما بين يعني الموظفين نفسهم، بيهيئهم إن هم يوصلوا للهدف بتاع الشركة وإزاي؟ يعني بيهيئ الموظفين الجديد حلو يوصلوا بهدف الشركة. حلو. يشوف مثلاً الديبارتمنت دوت محتاج مثلا كذا، فبشوف مثلا الاشخاص اللي فيهم ايه مثلا، يعني هو مثلا عايز حد ماركتنج كويس، انا شايف ان ده ينفع في الماركتنج جدا او سهل عليه ان هو يتعلم ماركتنج. حلو. فابتدي ان انا اوظف ده في ده. يعني حاجه اسمها كارير باث. يعني بيدخل كل واحد في الكارير المناسب ليه. ايه تاني؟ ايه رايك في الاتش ار؟ تقريبا مش هو مش بيبقى اتش ار واحد في الشركه، هو بيبقى كذا اتش ار، اللي هو الاتش ار للريكروتر البرسونال وال بيعمل تاني في الاول في الشركه، ولا بيعمل بيرفورمانس ابريزل.
هو انا بتكلم اتش ار كان ديبارتمنت مش كله على بعضه، ليه في شويه بيعملوا كده شويه كده، بس هو على بعضه بيعمل كل حاجه في اه يعني كل ده تحت الاتش ار. يس يس. ايه تاني بيعمل ايه تاني؟ ايه رايك؟ تعالى تصور والله زاولنا انت بالصبح بقى يا عم عامل عزايم كله. بس بيعمل ايه تاني الاتش ار في الشركه؟ واعتقد هو برضه يدور في انه يشوف المشاكل بتاعت الموظفين ويحلها، يبقى قريب من الموظفين، يعني هو اللي بيبقى المحيط الوسط بين همسه الوسط للموظفين والاداره. غير الاتش ار، برافو عليك. طيب اللي انتوا قلتوه كله صح، انا جمعته في اربع حاجات، في اربع words او في اربع verbs. الاتش ار او التالنت مانجمنت زي ما بنقول دلوقتي، حاجه اسمها تالنت مانجمنت، بيتعمل ايه؟ بتعمل حاجه اسمها اسس، attract، develop، engage. assess، attract، develop، engage. ده دور الـ HR. assess، حد عنده فكره يعني ايه assess؟ يعني ايه assessment؟ evaluate. evaluate للناس ولا لمين؟ للناس للناس وللشركه. ويعمل assessment للشركه واحد على اي مستوى، يعني يعمل اسسمنت للشركه ايه؟ السوق. طيب يشوفها في السوق هي ايه والمنافسين ليها وكل ده. اتش ار هيعمل كده؟ ماركتنج هيعمل ايه؟ مش ممكن البيهيفير بتاعه عامل ازاي؟ بتقول كلام جميل جدا. ان شاء الله. كلام صح والله. حد عنده فكره ثانيه يعني اساس؟ اختيار. اختيار. لا. اختيار دي سيلكشن. بصوا بقى. اسسمنت اللي انتوا قلتوه ده كله صح بس على مستوى الهرم من النص. مستوى الهرم. مش من مستوى فوق. انا هنا عايز اتكلم معاكم على assessment من على كل المستويات، الـ entire value كلها من فوقها لتحت. الـ HR الاساس ده بيعمل حاجه اسمها، سمعتوا عن كلمه اسمها competency او competencies؟ دي يعني الكفاءات. هل ده بيت هو الشركة، تمام؟ البيت ده قايم على ايه؟ اساس. البيت ده قايم على ايه؟ على اساس ايه؟ طيب الشركة دي ممكن تكون اسمها، فاكرين احنا قلنا اسماء الشركات اللي قلنا عليهم؟ بيعمل حاجه اسمها يعني اساس ده اللي هي بنسميها الكومبتنسي فريم ورك. يعني ايه كومبتنسي فريم ورك؟ يعني الاطار بتاع الكفاءات. يعني ايه اطار الكفاءات؟ يعني شكل الموظفين يكون عامل ازاي. اكيد مش شكلهم فيزيكال، ممكن يكون شكلهم فيزيكال دخل في الموضوع، بس نوع البني ادم اللي قدامي ده عامل ازاي؟ نوعه، السلوكيات، البيهيفير بتاعه عامل ازاي؟ هل هو عنده بروبلم سولفينج، بيعرف يحل مشكلات مثلا؟ هل هو عنده working with people، بيعرف يشتغل مع الناس؟ طب هل هو عنده analysis او analysis skills، بيعرف يعمل تحليل؟ طب هل الشخص ده بيعرف يورك اندر بريشر مثلا؟ طب هل الشخص ده
عنده leadership او management skills عارفين اللي بيلعب بيس شفت الاول بتقعد تعمل تخلق اللاعب تعمل composition باللاعب صح وسرعته ومعرفته والحاجات دي كلها اتش ار ممكن يعمل كده بيقول لك الفرقه التيم بتاعك ده شكله المفروض يكون عامل ازاي تمام فيما يتعلق ب بنسميها البيهيفير بتاعه البيهيفير بتاع الموظفين بيكون شكله عامل ازاي والمفروض البيهيفير بتاع الموظفين اللي شغالين في كل واحده من دول يختلف عن التاني علشان خاطر كل واحده من دول لها ايه لها بلان مختلفه فدور الاتش ار ان هو بيمسك البلان من فوق وفهمها كويس جدا بيدايجست البلان دي يعني بيهضمها وبعد كده بيبدا يشتغل اول خطوه بيشتغل بيها اسمها اسسمنت بيحط حاجه اسمها كومبتنسي يعني ايه كومبتنسي يعني الكفاءات يعني بعمل ايه في موضوع الكفاءات ده باجي كده بشوف الشركه بتاعتي مثلا فور اكزامبل انجلش كابسول بقول انجلش كابسول دي فيها 3 تيمز كده تمام ده تيم A وده تيم B وده تيم C اول تيم ايه البيهيفير المفروض يكون بتاع التيم ده اعرف البيهيفير ده منين من حاجتين من البلان بتاع الشركه ورقم اتنين من ومن الفانكشن اللي التيم ده بيلعبها يعني التيم ده مثلا اول تيم دول التيتشر جو حر جدا صح؟ فين الكفاءات يعني كل واحد كده يقول فين ايه من موضوع الكونتنسز ده او الكفاءات ده حاجات اللي بتميز حد عن حد تمام حاجات اللي بتوفر في المقدم مثلا او الوظيفه في الشركه تمام حاجات اللي بتشرح لي اعرفها اذا كانت موجوده عنده ولا لا او لا متوقع ان هي عنده بس مش عنده يس صح ممكن الكفاءه حاجات اساسيه اللي كانت موجوده عندهم زي مثلا زي ما قلت ال problem solving ان هو افريج هي مش حاجات اساسيه ممكن ما تكونش موجوده عند حد يعني ممكن يعني قصدي ان انت الحاجات الاساسيه الشركه محتاجاها ان تكون فيك بالظبط كده بالظبط هوريكم بقى زي ما كنت بقول لكم في 8 اساسيين بطلع منهم حاجات فرعيه طيب اول واحده اسمها دي ما انتوا شايفينها ولا لا انا بس اخترت 6 عشان مش 8 كاملين اخترت اول 6 في حاجه اسمها دي ليدنج سايلينج يعني ايه يعني يقدر يقود ويقدر يعني يعمل ديسيجن فدي بيطلع منها حاجتين بتطلع منها حاجه اسمها deciding and initiating action leading and supervising يعني واحد بيعرف ياخد قرارات او واحد بيعرف يعمل ليدرشيب او يقود طيب لو انا النهارده بختار السيلز مانجر سيلز مانجر بختار له deciding and initiating action ولا leadership leading and supervising يعني leading طب يعني ايه ديسايدنج يعني ايه ليدنج 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 يعني يقود ناس يعني معاه تيم هو بيعرف يديلهم مسؤوليات ويتعلموا ويخلوهم يتحركوا يعني ايه ديسايدنج ياخد قرار في وقت معين لازم ياخد قرار ما يعرفش ما ينفعش ايه ما ياخدوش او ما ينفعش يتاخر او يتقدم طيب السيلز مانجر ده ولا ده الاهم يبقى عندك انك تعرف تاخد قرارات ولا انك تاخد الناس اللي موجوده معاك؟ اعرف بس هو محتاج ياخد القرار اللي محتاجه. انت ايه رايك؟ ممكن سؤال تاني لو انت سيلز مانجر الكفاءة الأساسية اللي تكون عندك انك تعرف تاخد قرارات صح ولا انك تقود الناس؟ مش هتقود الناس. طيب خلينا اقول لكم هي الليدرشيب هي الافضل من الديسايدنج
لأن الليدرشيب أنت مش هتقدر توصل لمستوى اللي تقدر تقود الناس إلا ما تكون أصلاً تعرف تاخد قرارات صح. تمام؟ يعني ليه؟ يعني ديسايدنج أو إنك تاخد قرارات دي موجودة عند الناس اللي هم في المستوى المتوسط اللي هم سيلز سبيشالست مثلاً أو سيلز سوبرفايزر، حد لسه بيشتغل بس ما بقاش مدير. فأنا طالب من الراجل ده إن هو ياخد قرارات كويسة. بس طالما أنت بقيت مدير ومعاك تيم يبقى أنت لازم تعمل إيه؟ عندك ليدرشيب. اللي أنا عملته ده عملت إيه دلوقتي؟ جيت عند أول واحدة واخترت من الاثنين الفرعيين اللي طالعين منها. بعمل كده مع كل الحاجات دي. وامسك واحدة 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 واختار طب هي دي ولا دي ولا دي ولا دي ولا دي. كل موظف في الشركة بيكون له تشكيلة مختلفة من دول. ماشي كل موظف في الشركة بيكون له تشكيلة مختلفة من دول. دول الـ HR اللي يعمل كده. ليه بقى؟ ده اسمه أساس. هديكوا برضو مثال على واحدة تانية عشان تفهموا الموضوع. تعالوا على التالت. حاجة اسمها Analyzing and Interpreting. دي البوكس الرئيسي. بيطلع منه ثلاث بوكسات فرعيين. أنا ما بختارش من البوكس الرئيسي، أنا بختار من البوكسات الفرعية. البوكس الفرعي الأول اسمه Writing and Reporting. يعني واحد يعرف يكتب ريبورتات كويس. حلو؟ الثانية اسمها Applying Expertise and Technology. يعني يعرف يطبق التكنولوجيا والخبره بتاعته بشكل كويس. الثالثه اسمها اناليزم التحليل، يعرف يحلل كويس. منكم العربي بحيث برضو نبقى احنا طبيعي معاه. اول واحده اسمها كتابه التقارير. تمام. ثاني واحده اسمها تطبيق الخبرات والتقنيات. ثالث واحده اسمها التحليل. لو انا سيلز مانجر انت الاول واحده اخترت لي ايه؟ الاول واحده اخترت لي ليدرشيب صح كده؟ ماشي. طب لو انت هتختار لي من الثلاثه دول كسيلز مانجر، سيلز مانجر يعني ايه؟ يعني واحد مع تيم عنده تارجت لازم يحققه، ياخد قرارات معينه، لازم يعمل حاجه دي. مثلا سيلز مانجر في شركه ادويه، يعني هديكم مثال اقرب للواقع. معاه ادويه معينه موجوده في المخزن بيوزعها على الصيدليات والمراكز بشكل معين خلال الشهر، لازم قبل الشهر يخلص يكون مثلا بايع بربع مليون جنيه. ما ينفعش ينزل عن ربع مليون. لو باع ب 300,000 يعني 250، لو باع ب 300,000 ال 50,000 دول ياخد منهم كوميشن نسبه. باع باقل من 200,000 مش هياخد مرتب. فاهمين يعني ايه سيلز مانجر؟ طيب قلنا اول كفاءه عنده هي ايه؟ يبقى عنده ليدرشيب، يعني يعرف يقود التيم بتاعه، يعني يقول له انت تطلع هنا، يقسم من الصبح تيم، انت تطلع هنا وتطلع هنا وتطلع هنا، معاهم على الواتساب، معاهم على المسجات، بعنا بكام، عملنا كام، يكلم المخزن، خرجنا كام، يكلم الراجل اللي بينقل في اللوجيستكس، خرجنا كام حاجه، انت فين دلوقتي، انا هنا، انت بلف كده، مدير مبيعات، تمام؟ لو انت عايز تختار واحده من دول، تختار كتابه التقارير ولا تطبيق الخبرات والتقنيات ولا التحليل؟ هو البوكس الرئيسي اسمه ايه؟ البوكس الرئيسي اسمه التحليل، اسمه analyzing and interpreting، يعني التحليل والتأويل. ده بالعربي كده. عايز حاجة التحليل؟ اه. خليني اشرح لكم كل واحدة يعني. من دول عشان تبقوا فاهمين برضه تختاروا ازاي. كتابة التقارير، يعني بيعرف يجي آخر اليوم يبعت للمدير بتاعه ريبورت يقول له احنا عملنا كذا، أنا معايا تيم 1 2 3 4، بعنا بكذا، رحنا كذا، خلصنا كذا، عملنا كذا. دي اسمها ايه؟ خبره التقارير. تطبيق الخبرات والتقنيات، يعني ايه تطبيق الخبرات والتقنيات؟ يعني باختصار مش لا مش استخدام التكنولوجيا. يوظف الخبرات بتاعته في الوظيفه بتاعته. يعني لو انا انجلش تيتشر وعملت دي يعني بطبق الخبرات اللي انا اخدتها في التيتشنج. لو انا سيلز بطبق الخبرات اللي انا اخدتها في السيلز. الخبرات اللي هي ايه؟ اللي هي فكره النيجوشيشن سكيلز، اللي هي الكونفكشن سكيلز، اللي هي خبرات الاقناع، الحاجات دي كلها، الاقناع والتفاوض ويعرف يبيع ويعرف يبيع والحاجات دي كلها. او التحليل، التحليل يعني ايه؟ يعني التحليل يعني ان انا اشوف كل المعطيات اللي قدامي واعرف اوصل لاصل المشكله. يعني حد بيقول له والله احنا ما عرفناش نبيع النهارده عشان حصل كذا 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 كذا. يقول له طيب بص المشكله دي طب ايه اللي حصل؟ يعني اسمع كويس من ده ومن ده ومن ده ومن ده لحد ما يوصل في الاخر لاصل المشكله يقوم حلتها.
دي معناها دي فكره التحليل. تمام. السيلز مانجر بقى ايه اكتر واحده في دول تناسبه؟ ايه رايك اللي معاك ثلاث التقارير طيب اللي معاك تطبيق الخبرات والتقنيات اللي معاك تحليل اللي معاك تطبيق الخبرات والتقنيات والتحليل طيب كلكم تقريبا مع الاثنين دول معاك ناس اول واحد مش اساسيه ممكن يكتب التقارير دي اي حد شغال معاه هو دوره اكبر من كده طيب تطبيق الخبرات والتقنيات او التحليل انتوا دي نسبه كام في الميه ودي كام في الميه هيكون دي خبرات ستين أربعين ستين أربعين طيب making sense العكس العكس يعني يعني هنا أربعين هنا ستين مثلا ثلاثين سبعين اللي مع أنا يعني second idea هي ستين أربعين خبرات وتحليل ستين انت معايا كده ممكن كمان 30 70 30 70 طيب ده موست اكيوريت انسر ليه تطبيق الخبرات والتقنيات صح مش غلط بس اللي يقوم بيها مش السيلز مانجر يعني التحليل هديكوا حاجه مهمه جدا عايزكم تعرفوها بشكل قوي الوظائف او الكارير بشكل عام عامل زي السلم هل انت بتطلع على السلم ده من اول ما تخش في الشركه لحد ما ايه بتبقى كبير جدا في الشركه بتطلع على السلم وانت تحت انت لسه صغير بيكون عندك تكنيكال سكيلز اكتر من المانجيريال سكيلز او الليدرشيب سكيلز يعني ايه يعني الخبرات الفنيه بتاعتك اعلى بكتير من الخبرات الاداريه والحاجات التانية لما بتبقى انت هنا فوق خالص بتبقى مدير بقى وكده العكس الخبرات الفنيه بتاعتك بتبقى قليله خبرات الاداريه بتبقى كبيره يعني احمد حسام ده ممكن يديك مثال على كده لو انت احمد مثلا في شركه تصميم المدير اللي هو رئيس الشركه هل بيكون عارف كل بروجرام وكل ديزاين وكل حاجه بتشتغل بيها انت ممكن احمد تكون اشطر منه في التصميم التكنيك تمام؟ بس هو عنده ايه؟ إدارة هو فاهم لو هو حتى ما يعرفش يعمل التصميم بإيده بس هو فاهم يركب الناس دي كلها مع بعضها ازاي ويخلق منهم في الآخر ربح أو برودكت للشركة فطول ما أنت لسه صغير تحت أنت كل اللي بتمتلكه بإيدك ايه؟ الفنيات اللي أنت اتعلمتها من السوق أو اتعلمتها من الدراسة أو اتعلمتها من التجربة كل ما بتكبر على السلم الفنيات بتقل لانه في حاجه جديده وانت كبرت ما بتبقاش مهم بيها بتكبر وبتكبر في الفنيات بتفضل تنزل لحد ما بتوصل المدير او بتبقى خلاص يعني سينيور مانجر ما بقاش عندك فنيات يعني الا خلاص انت فاهم كل حاجه انت فاهم اللي هو اللانجوج اللي هو بيتكلم بيها يقول لك كودينج ويقول لك انت فاهم كل الكلام ده بس ما بتعرفش تعمله بايدك خلاص ما بقتش تعمله بس انت عندك خبرات اداريه وقياديه انك تعرف تمانج كل الناس اللي تحت ايدك نفس الفكره في السيلز مانجر لو انت لسه سيلز صغير هتبقى بتطبق الخبرات والتقنيات مطلوب منك تطبق النيجوشيشن والحاجات دي كلها حاجات بتاع السيلز الصغيره بس طالما انت بقيت مانجر فانت مش مطلوب منك الحاجات دي انت مطلوب منك حاجات اكبر زي التحليل انك يبقى قدامك بروبلمز كبيره كده في اليوم وتعرف تحلل وتوصل للمشكله وتحلها فبالتالي احنا لو اخذنا هناخد ايه تحليل والصف ده اللي هو 1 2 3 اخذنا منه اخر واحده اللي هي اناليسيس واول صف اخذنا منه ليدرشيب فانا بفضل اعمل كده في كل واحده في الثمانيه فبالتالي بتلاقي ان الاكاونتنت الثمانيه بتوعه غير الاتش ار غير الاي تي غير الماركتنج
غير الانجينير اللي بيشتغل في المصنع، كل واحد له 8 مختلفين. اللي احنا بنعمله ده اسمه اول مرحله في الاتش ار، اللي هي الاسسمنت، اللي بتختار الكومبتنسز او الكفاءات اللي هي بتناسب كل وظيفه. وبعد ما تعمل ده للشركه كلها، سواء من 10 او 100 او 1000، بيبقى عندك كده حاجه اسمها امبلوي كومبتنسي بروفايل. فتيجي النهارده انت عايز تعين اكاونتنت، هيبقى قدامك سيناريو من اتنين، يا اما تفضل تقول له اسئله هبله، شايف نفسك فين بعد 5 سنين، سألت لي ان الكورس ده كتير، مش عارف، قول لي مش عارف الشمس مش عارف ايه الكلام الهبل ده اللي كلنا بنشوفه، واللي هو كلام مش صح، لان دي ناس مش على ليفل كويس من الادراك او الفهم. او سيناريو 2 انك تقوم راجع ليه؟ للامبلوي كونتنت بروفايل، تقوم كاتب اكونتنت، هيقوم طالع لك 8 بتوع الاكونتنت. احنا اخترنا 8 بتوع الاكونتنت، مش احنا اخترنا، اتفقنا دلوقتي ان احنا عملنا 8 اخترنا لكل الامبلويز، صح؟ فقوم راجع للاكونتنت، شوف الاكونتنت، سيبكم الاكونتنت، عين سيلز مانجر، عين مدير مبيعات، تعالى هسأله أسئلة لها علاقة بكل واحدة من الثمانية اللي أنا اخترتهم. يعني دي تبقى 8. تمام؟ أقول له أول حاجة في الليدرشيب. قول لي آخر مرة حصل مشكلة عندك في التيم بتاعك، كانت إيه المشكلة؟ أقول لك والله حصل إنه التيم بتاعي خدوا مع بعض مش عارف حصل 1 2 3. طيب انت عملت ايه؟ افضل ايه؟ اتكلم معايا. في الاخر هتعرف هو الراجل ده عنده ليدرشيب سكيلز وقدر يحل مشاكل الناس، ولا هو وقف مع واحد على التاني والتاني مشي مثلا من الشركه. مديرنا بعتنا ما يعرفش انت سالته في ايه وما يعرفش انت عملت ايه، بس انت اتش ار انت فاهم انك بتساله على كومبتنس اسمها ايه؟ ليدرشيب. سالته على اسئله لها علاقه بايه؟ ليدرشيب. وفي الاخر هتديله 1 من 10 على ايه؟ على ليدرشيب. ترجع تدخل السؤال الثاني في الاناليسيس، تقول له اديني اصعب تكنيكال، سوري، اصعب بزنس بروبلم قابلتك. يقول لك والله السنه اللي فاتت احنا كنا بنبيع ما اعرفش حصل امطار فالدنيا وقفت، فالمفروض الشحنه كانت تروح، فالعربيه مش عارف حصل لها ايه، فما راحتش، فالراجل بوظ البيع اللي احنا هنبيع له، فحصل ايه. سمعت منه السيتويشن؟ طيب عملته ايه؟ حضرتك اتصرفت ازاي؟ يقول لك والله انا كلمت الشركه، كنت ماضي معاهم في العقد نسبه تاخير، واحنا اتاخرنا لظروف قهرية هنتخصم بنسبة 5%، لو احنا اتخصمنا بظروف غير قهرية، يعني حاجة مش بإيدينا أصلا، الطريق واقف أو الدنيا مضطرت أو حاجة حصلت، فمش هنعمل حاجة، فمش هيحصل لنا حاجة أو مش هنتخصم علينا حاجة، وعملت فأنت كده فاهم إن الراجل ده عمل إيه؟ عارف يحلل الموقف. فأنا هنا قاعد أسأله أسئلة في الكور، في الإسنس، في الكور بتاع الوظيفه بتاعته. لو هعين اتش ار او هعين اي تي هساله اسئله مختلفه خالص. ليه؟ لان الكومبتنسز بتاعك ده غير ده. فاول حاجه بعملها، الاساس بتاع الشركه عندي هي الكومبتنسز. اللي انا عملته معاكم في الانترفيو ده اسمه ستار تكنيك، اسمه اس تي اي ار. يعني ايه ستار تكنيك؟ يعني سيتويشن اكشن بالظبط. يعني تقول له احكي لي على موقف حصل، فهو بيحكي لك، فده اسمه السيتويشن. احكي لي على موقف سيء حصل لك السنه اللي فاتت، فده السيتويشن. طيب حضرتك عملت ايه؟ دي الاكشنز. الريزلت اللي هي النتيجه. طب نتيجه ده ايه؟ يعني هديك مثال. مثلا لو انا مثلا اعين واحد اتش ار، حلو؟ الاتش ار ده انا عايزه
عايزه مثلا يعمل عايز حاجه من الحاجات اللي اخدتوها عشان بعيد عليها. ليدرشيب عايز واحد مثلا دلوقتي ماركتنج مانجر تمام؟ طيب حضرتك عايز ماركتنج مانجر ازاي يعني ايه؟ تمام؟ طريقتي كويس؟ سكنت كويس؟ انا كده كده اتش ار بقى مع انترفيو نتعرف على بعض. طيب بعد ما ناخد وندي في الكلام الاول ونتعرف على بعض طيب حضرتك مثلا جزء ايه؟ جزء ايه؟ جزء ايمن. سمستر ايمن جاي يتعين عندنا في الشركه ماركتنج مانجر. اول سؤال هساله في الليدر شيب اقول له مستر ايمن واخبار الفريق بتاعك ايه واخبار التيم ايه وبتاع وكده. طيب حضرتك مثلا هل في اي ازاي بتمانج التيم بتاعك؟ اخبار الناس معاك ايه؟ هيقعد يحكي يحكي اللي بيحكي ده اسمه ايه؟ سيتويشن. هو بيديني موقف فقال لي والله احنا السنه اللي فاتت حصل كذا والبونص مثلا ما نزلش او المرتبات اتاخرت فالناس حصل لها ايه فالناس زعلت فما بقاش بتشتغل ده اسمه موقف. طيب حضرتك عملت ايه؟ هيبدا يقول لي الاكشنز اللي هو عملها في السيتويشن ده. سيتويشن اكشن ريزولت. حلو الكلام؟ التي مع الاس الاس تي سيتويشن الاي اكشن الار ريزولت. فلو مستر ايمن قال لي الموقف وبعد كده مستر ايمن بدا يقول لي هو عمل ايه في الموقف ده الاكشنز اللي هو اخذها. طيب ممكن مستر ايمن يكون قاعد الموظفين بس ما اشتغلوش فهنا النتيجه ايه؟ نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ الموقف ان الموظفات المرتبات اتاخرت في الشركه فالموظفين ما مش هنشتغل. جميل؟ طيب مش لازم كده. عملوا نظام حضور وانصراف فبدل ما الناس كانت تيجي الساعه 9 بقت الناس تيجي الساعه 8 الناس بتيجي متاخر وزعلانين ومتضايقين ان هم يجوا بدري. تمام؟ فمستر ايمن حكى لي الموقف ده اسمه ايه؟ سيتويشن كبير والله قاعد يقول لي حصل وسوى و ده اسمه سيتويشن. طيب يا مستر ايمن حضرتك عملت ايه بقى مع الموظفين؟ مش هتقول لي الاكشنز اتكلم معاه باللغه بتاعته. قال لك والله بدات اقول لهم طيب ممكن بدل ما تيجوا الساعه 8 ايه رايكم مثلا نعمل لو جيتوا 8 تاخدوا بريك في النص ساعه او اللي عاوز يجي مثلا يمشي بدري ساعه قاعد يتكلم معاهم في حاجات توصلهم لمش عارف حاجات معينه. ممكن اقول لهم مثلا ايه ممكن نشتغل جزء في البيت فبالتالي بدل ما انت بتيجي 8 ممكن بدل ما تمشي الساعه 4 هتمشي الساعه 12 قاعد يوصل معاهم لحلول. تمام؟ اقول لك كده فدي اسمها اكشن هو اخذها. طب ايه النتيجه يا مستر؟ مش هقول له ايه النتيجه، طب ايه اللي حصل؟ والله الناس فعلا اشتغلت وبقى الشغل احسن من قبل كده فالراجل ده يعتبر خد ستار. يعني ايه خد ستار؟ يعني خد نجمه في اول سلام عليكم في اول ايه؟ اول سؤال. اول سؤال ده له علاقه بايه؟ بالليدر شيب. طب انا جبت الليدر شيب منين؟ الكومبتنسز الكفاءات اللي انا حطيتها لكل واحد من الست من الثمانيه دول. الثمانيه دول بيساعدوك فين؟ في التعيين. طيب مستر ايمن ده قاعد في الشركه سنه وعاوز ارقيه بدل ما هو ماركتنج مانجر يبقى هو رئيس الماركتنج او ماركتنج هيد. عاوز اعمل له تدريب. هعمل له تدريب على ايه؟ الراجل ده عايز يتدرب عشان يترقى اكتر. هعمل له تدريب على ايه؟ هرجع للاتفاقات الثمانيه بتوعه واديله ليدر شيب تاني. واديله اناليسيز اكتر. واديله مش عارف ايه اكتر. فبالتالي الكومبتنسز ساعدتني في التعيين وفي التدريب. طب مستر ايمن ده عايز اخر السنه اشوف هو حقق نتائج ولا ما حققش عشان اديله بونص. فاعمل له بيرفورمانس ابريزل او اعمل له ايفالويشن. اروح اقيمه على ايه؟ على حاجات ما لهاش علاقه بيه ولا على حاجات اوريدي هي اصلا عباره عن طبيعه شغلته؟ فاعمل له تقييم على الكومبتنسز. فاهمين قصدي؟ الكومبتنسز دي هي الحاجه الاساسيه اللي بتبني عليها التعيين والتوظيف سوري التعيين والتدريب والتقييم كل حاجه بتبني عليها.